بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس هاني ناصر، خبير صدور قسم معتمد دوليا. في الفيديو ده هنوضح مشكلة بتقابل مستخدمين سودوركس، وهي عدم تناسب مقياس البعد مع رأس السهم. يعني لو بصينا مثلا على الصورة اللي على الشمال ديت، هتلاقي البعد كبير، 200 ده مثلا كبير، ورأس السهم صغيرة، ومفيش تناسب ما بين البعد والسهم. لو عايزين نعمل نظبط التناسق دوت او نخليه فت، الموضوع بسيط. نخش على السوفت وير ونشوف ممكن نعمله ازاي. لو دخلنا رسمة وليكن الرسمة ديت، تعال ندخلها ديتيلينج، نجيب ال هايدن لاين. ماشي، لو جيت خدت دايمنشن مثلا للعرض بتاع الجزء ده، وحضرتك حبيت تغير في البعد، مثلا عايز تخليه أكبر شوية، دوست على البعد وروح دخلت على دايمنشن على أزر، وتبدأ تغير الفونت من هنا. مثلا كتبنا الفونت بتاعنا وليكن هاجي نعمل بوينت، الهايتس بتاعه مثلا 36، تلاقي البعد كبر قوي والسهم مفيش تناسق ما بين البعد والسهم. عشان تخلي فيه تناسق ما بين البعد والسهم، هتخش على الدوكمنت بتاعتك، او تخش على الجير هنا وتخش على اوبشن ودوكمنت بروبرتيز وتختار دايمنشن. تمام، تخش على الجير واوبشن ودوكمنت بروبرتيز ودايمنشن. طيب عايزين نخلي السكيل بتاع الدايمنشن فيتنج مع الارو او مع راس السهم ده، فانا باجي اعلم هنا بس ايه سكيل ويز دايمنشن هايت. طالما علمت هنا خلاص اوكي، هيتاكتف تلاقي ايه، بص الدايمنشن بقى ايه مناسب مع راس السهم. لو جينا خدنا مثلا بعد من هنا لغاية هنا، وجيت اخترت البعد ده ودوست مثلا annotation format painter، كده ايه عملنا نفس السكيل بنفس كل الشيت بتاعك، هيبقى الدايمنشن سكيلت مع الايه، مع راس السهم. طب لو حبيت تغير شكل راس السهم ديت، في طريقتين. يعني ممكن تغير من هنا من جير، تخش على اوبشن ودوكمنت بروبرتي برضو ودايمنشن، وتغير شكل راس السهم بالشكل اللي انت عايزه. يعني مثلا لو اخترت بوينت، كل راس السهم هتبقى بوينت. طيب ده كده في الشيت كله او في السيشن اللي احنا فاتحينها دلوقتي. لو حبيت تغير شكل راس السهم في السيشن دي كلها، هتخش على اوبشن تاني ودوكمنت بروبرتيز ودايمنشن، وتغير شكل راس السهم او الستايل بتاع راس السهم. طيب انت ممكن تغير، يعني تخلي راس سهم واحده بستايل معين، مش لازم تطبق كله على الشيت بتاعك. تيجي تدوس كده على راس السهم كليك، وتيجي على البدايه بتاعته تعمل كليك على نقطه البدايه، اختار شكل راس السهم اللي انت عايزه. يعني مثلا ممكن اختار نقطه، تمام، ممكن ارجع اغير التاني برضه، هاجي هنا عند البدايه كليك يمين واختار الشكل اللي انا عايزه. تمام، ممكن اعمل سكيل برضو للراس السهم عن طريق الاوبشن دوت. لو انا جيت على نقطة البداية ودوست سايز، ممكن اعمل سكيل، بس يعني ما تغيرش لان هما كلهم مربوطين ببعض. بس لو حبيت تغير، يعني اضرب في سكيل، يعني اضرب في اتنين في كل الابعاد ديت، بحيث ان انت تكون محافظ على المسافات لانهم مرتبطين ببعض. طيب نرجع كده عنده، ممكن نمسح ده كده فين، هات نفس الستايل. لو احنا عايزين نفس الستايل بنعمل فورمات بينتر. طيب يعني احنا كده تقريبا قلنا حل المشكلة ديت. ممكن نقول حاجة بسيطة كده، مثلا لو انت جيت عايز تحط بعض الحاجة زي ديت، دي مثلا توب بونطة نزلت فتحت الدريل ده
وبعد كده عملت تخويش اسطواني للجزء ده. فانت هتروح تعمل الابعاد، لو عايز تزرع الابعاد بتاعتك هتزرع ازاي؟ هتروح تختار البعد ده، وبعد كده البعد ده من اول هنا لغاية هنا، والبعد بتاع القطر، والبعد بتاع القطر الصغير، صح؟ لا ده طبعا مش يعني، هتخلي الراجل اللي هيقرا الرسمة دي هيقعد يلف مع الرسمة بطريقة مش كويسة. في طريقة أفضل، لو احنا جبنا المسقط الأفقي بتاع حاجة زي ديت، أو هاتوا من بروجكت فيو لي أوت بروجكت، تمام، ده المسقط الأفقي بتاعه. لو جيت أحط أبعاد لتخويش اسطواني زي ده، فضل إن أنت تخش أنوتيشن وتختار إيه، كولت هول كول أوت، وتبدأ تدي الأبعاد فيوصفها لك بالمنظر المظبوط ده أو الشيك دوت، اللي هو تعرف تجيب كل الأبعاد بتاعت البوكت ده أو الهول ده. هتلاقي عرفها لك ازاي 45 ثرو هول، يعني هو دخل في بونت ببونطه 45 وتقب للاخر، وبعد كده عمل تخويش اسطواني وسع ببرغل 78 بعمق 27، نزل 27 بس، تمام. فدي حاجه بسيطه كده، وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، وباذن الله نتقابل في فيديو